حسين بن علي عنده إصابة عضلية، إن شاء الله نهار الاثنين نعملوا الكشوفات الطبية ونشوفوا الحالة نتاعو ونقيموها إن شاء الله حددوها. ما تنجمش تعرف خاطر الملاعب يتشكى، دونك تنجم تكون إصابة خفيفة كيما تنجم تكون إصابة، إن شاء الله ما تكونش خطيرة، أنا أتوقعها ماهيش خطيرة، مي الاحتياط واجب، إن شاء الله نعملوا ليزيكسبلوراسيون ونشوفوا ونقيموها إن شاء الله.